أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن نبه الله تبارك وتعالى إلى المحرمات في السابق، حرمة الأموال وحرمة الأعراض وحرمة المحرمات من النساء، وبين أن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وأن من يفعل ذلك ويتجاوز حدود الله، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما فسوف نصليه نارا، الصلي الشوي في النار، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، فيقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدين الإسلام أيها الإخوة أمره يسير، ولكن شياطين الإنس والجن يوهمون من يحاولون إغراءه وإبعاده عن الله، يوهمونه بالصعوبة وبالمشقة، وبأن هذا الدين الآن يصير دين، بعدين يموت لا يكبر، من أجل أن يسوف ويحرفونه عن الحق ويبعدونه عن الله تبارك وتعالى. ولكن ربنا تبارك وتعالى رحيم، ما فرض علينا إلا ما فيه خيرنا وسعادتنا، ولم ينهنا عن شيء إلا وفيه شقاؤنا وتعاستنا. ولذلك أشارت الآية القرآنية في قوله إذا ذلك، في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، يعني أعرض عن القرآن ولم يطعه ولم ينفذ أمر الله فيه، فإن له معيشة ضنكا، يعني يعيش في الحياة حياة سيئة تعيسة، لا كما يصور له شياطين الإنس والجن أنه إذا أطاع الله يعني يجد صعوبة، لا، ما في مشقة. الأشياء الأساسية في الإسلام ترك، والترك سهل، ترك الربا، ترك الزنا، ترك العدوان على الآخرين، ترك هذا أمر يسير سلبي سهل، كل واحد يستطيعه. والأشياء التي فرضها الله بالفعل، قال فأتوا، الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا منها ما استطعتم، وقال تعالى في الآية القرآنية: واتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر الطاقة، فإن لم تستطع أن تصلي قائما فقاعدا، فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فعلى الجنب، عندما تسافر خفف عليك الصلاة في السفر بأربع ركعات أو ركعتين. فالله خفف عنا في هذا الدين، ولكن لا يعني أنه خفف أي ترك كل شيء، إنما الضوابط الأساسية في هذا الدين هي اجتناب الكبائر، والكبائر هي التي تسبب الفساد في المجتمع أو الأمراض للبشرية. فربنا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا كريما. وقبل أن أتحدث عن مضمون هذه الآية، وهي آية مهمة، أن أوضح الكبائر والصغائر للمسلمين قبل أن نذكر الأحاديث التي تدل على الكبائر وما أشبه ذلك. الناس عندهم ربما يتجنبون الصغيرة ويقعون في الكبيرة، فمعاصي الله، معصية الله ليست كلها في وضع واحد، وليست كلها بمستوى واحد. فالذي يؤذي المسلم يعني إيذاء، ضرب على يده أو درسه في آلمه، هذه محرم، ولكن اللي بشكه في الخنجر من ظهره أو من صدره، أو هذا جريمة أكبر، قتل. فليس الذنبان والمعصيتان مثل بعض. استحلال دم المسلم كفر، وإسالة دمه بجرح بسيط إن كان يقصد قتله، فمجرد إقباله على قتال المؤمن، والعياذ بالله تعالى، قتال المسلم فسوق،
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليست المعاصي كلها في درجة واحدة، وإن كان بعض الأشخاص لجهلهم يخلطون فيتورع عن المعصية الصغيرة ويقع في الكبيرة. وإليكم مثالا على ذلك واقعيا، كنت أراقب شهادة الدراسة الإعدادية والثانوية الشرعية، وكنت رئيس قاعة من القاعات، فجاءني مدير الشرعية وقال لي أنا أريدك أن تكون رئيسا للقاعة الفلانية، نقلني من قاعة إلى قاعة، قال لي أنه فيها فلان ذكر الطلاب أنه يعني يملي الجواب على بعض الطلبة. قلت طيب. طبعا الغش في الامتحان، المراقب الذي ينبغي أن يضمن المساواة للجميع ويراقبهم حتى لا يغشوا، الجريمة الأكبر إذا هو غش وغششهم أو غشش بعضهم وترك البعض، فهذا الفعل الذي يفعله هذا الشخص جريمة. فجاء المدير وقال أنت مسؤول عن هذه القاعة، وأشار أنه فلان يشتكي منه الطلاب. فذهبت إلى القاعة وبدأ الامتحان بتوزيع الأوراق، وضعت الأوراق أنا والمراقبون في القاعة لأجل السرعة، نشترك جميعا في توزيع الأوراق على الطلبة. وضعت الأوراق على ساعدي الأيسر وبدأت باليد اليمنى أعطي الطالب الورقة والبعد والتالي وهكذا. مر من جنبي هذا الشخص الذي قالوا عنه أنه يغشش الطلاب، تغشيش الطلاب جريمة كبيرة، مر من جنبي وقال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، صار ينط. التفت إليه، خير؟ قال يمين يمين يمين. قلت أنا وزع الأوراق بيد اليمين، قبحك الله، انطلق وشوف شغلك. سكت خناس ومشي. بعد بدي أوقف بين الطلاب، قلت له المراقب الفلاني يقف هناك، المراقب الآخر يقف هناك، تفضل أقف هناك. خناس وسكت. انظروا إلى هذا النموذج أيها الإخوة، توزيع الأوراق باليد اليمنى سنة، فهو ينط ويقمز يمين يمين يمين، يا أستاذ يعني أنا خالفت السنة، مع أنه ما خالفت السنة، بوزع باليمنى وحاطت الأوراق على يدي اليسرى، فهو يريد أن يري الناس من الطلاب ومن الأساتذة المراقبين أنه إنسان حتى السنن يتمسك بها وينتقد، وهو يرتكب الجرائم عندما يغشش الطلاب. هل رأيتم مثل ذلك في المجتمع؟ من ينكر على غيره ترك سنة وهو يترك الفرض ويقع بالحرام؟ نعم، في مجتمعنا كثيرون، إما أن يكونوا منافقين يراؤون الناس بفرجهم أنهم صالحين وأتقياء وكذا حتى يضحكوا عليهم ويتسلطوا على أموالهم وأعراضهم ويأكلون الدنيا بالدين، وأما أن يكونوا جهل لا يفهمون الإسلام يمسكون بالسنة ويتركون الفريضة أو يقعون بالحرام. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هناك في معاصي الله ذنوب كبيرة كبائر وذنوب صغيرة. الذنوب الصغيرة ثبت بالحديث أنها ترفعها الصلاة، ما من عبد يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين، ركعتين هم كثير، ركعتين لا يذكر فيها شيئا من أمور الدنيا، يعني يخشى ويتذكر ما يقرأ في صلاته ويتدبر، يصلي ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه ابن مسعود رضي الله عنه، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات يبقى من درانه شيء؟ كل يوم 5 مرات يتغسل وبقى له وساخ؟ قال لا يبقى من درانه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، الذنوب الصغائر كلها تمحى بالصلوات، ما عليك إلا أن تصلي الصلوات. إذا الصلوات من أجلك يا ابن آدم، مو من أجل الله، الله لا يحتاج إلى صلاتك، أنت تحتاج إلى أن تتصل بالله وتذكره وتشكره وتحمده وتتذكر أن واقف أنك واقف بين يديه في الآخرة من أجل أن يحسن سلوكك
ولا تضعف، أنت المحتاج إلى ذلك. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا، يعني تبتعدوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر لكم الذنوب الصغائر، وتدخلون الجنة، وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. إذن ما علينا إلا أن نفهم ما هي الكبائر. ذكرت لكم قبل قليل أن الذنوب الكبيرة كلها ترك، والترك سهل. حرم الله شرب الخمر، فيستطيع الإنسان بكل سهولة من أول حياته ما يحط في فمه الخمر ولا يتضرر شيء ولا يجد صعوبة، ولكن بعد أن يعاقر الخمر مرة بعد مرة وتأثر جسمه يصير تركها صعب، ومع ذلك عليه أن يخشى الله ويمسك نفسه ويتركها، وإذا تركها لا يقع بكبير الضرر بل ينتفع. وهكذا غيرها من الأمور الكبيرة. إذن هناك ذنوب صغائر وذنوب كبائر. فمن ذنوب الكبائر شهادة الزور، أكل الربا، الذي يأكل الربا لعن الله أكل الربا وموقله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. الإفطار في رمضان بلا عذر، إذا كان بعذر جائز نصوم يوما غيره. اليمين الفاجرة، يعني اليمين الغموس، سميت يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم، وسميت فاجرة لأنها كاذبة، يحلف يمين مشان يختطف أموال الناس، يحلف يمين أنه أنا فلان له مع فلان كذا مشان يأخذ المال بغير حق ويعطيه جزءا منه. قطع الرحم، عقوق الوالدين، والديك الذين كانا سببا في وجودك، عندما تقطعهما ولا تعطيهما حقهما في الطاعة والحب والولاء والإنفاق إذا كانوا محتاجين، هذا والعياذ بالله تعالى من الكبائر. والخيانة في الكيل والوزن، تقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عن وقتها بدون عذر، ضرب المسلم بلا حق، ضربه بلا حق من الكبائر، وكيف قتله؟ والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل في صعوبة إذا واحد امتنع عن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في صعوبة، كل أشياء سهلة، ولكن ما عليك إلا أن تتذكر الله وأن الله نهاك عن كل أمر فيه شر وأمرك بكل أمر فيه خير. سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الشيعة، هذا من الكبائر، لأن الله أثنى عليهم في محكم آياته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، وهؤلاء الفجار يكذبونهم ويكفرونهم. فشتم الصحابة من الكبائر. وأخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء والسعاية عند السلطان. كثير من الناس منزعج من فلان، يساوي له مقلب، بذهب إلى الأمن يقول له صديق، يقول له فلان توصى فيه، روح بيأخذه من بيته. هذا في عصر الحرية عشناه، هذا عايدناه، يأخذه من بيته وبعده شهرين ثلاثة يطقوا فيه بعزبوه، بعدين مع السلامة. أنا وقفت أسبوع في الأمن العسكري سنة 80، والسبب مو لأنه حدا سعى فيني، لا، لأن السلطان ذاك الوقت هو يريد أن يعطيني درسا قبل أن يسلموني وزارة مديرة الأوقاف حلب، هكذا تبين لي بعد ذلك. أسبوع أسمع الآهات من النساء اللي يعزبون من الرجال، بعد أسبوع خرجوني دخلوني مطمش وطلعوني مطمش. فهذا المسؤول أبعث شرطبته عقيد ملازم في الأمن العسكري في ذاك الوقت سنة 80، قال لا تأخذنا. شو لا تأخذنا؟ ما لا تأخذنا، وقفناك هالمدة. لما تأخذ ليش أنت؟ إذا كنت بني آدم أخذك، لو كان في مصلحة أشتكي عليك لازم أعاقبوك. إيشو لا تأخذنا؟ أنا حمار تجيبني تحطني في السجن في الغرفة وعم أشوف الناس عم تعذبوا من أجل والله أنت لا تأخذنا؟ ففكرت كتير، بعدين ما في غير بعد هالحادثة هي عينوني مدير أوقاف، حتى أزود تحصيل مدير أوقاف ما استجرأ له لا في السجن، وإذا اعترضت في السجن. هل هذا والعياذ بالله تعالى خير وحق؟ لا، هذا طغيان وظلم. فالذي يوقع أحد
في العذاب أو في الضرر أو في كذا عن طريق السلطان أو عن طريق الأمن أو عن طريق هذا مثله، وهو من الكبائر. منع الزكاة من الكبائر، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الكبائر، مع القدرة إذا كان يستطيع، لأنه يسكت عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس. أما إذا كان لا يستطيع ما حد يرد عليه. نسيان القرآن بعد تعلمه، نسيانه مو يعني حفظه وينسى الحافظ، نسيانه يعني ترك العمل بالقرآن، هذا نسيان القرآن. واليأس من رحمة الله، هذا بكون والعياذ بالله تعالى الشيطان أثر على قلبه فيأس من رحمة الله. هذه الأمور كلها وما أشبه ذلك من الكبائر، وهذه أخذت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها تركها سهل إذا عرف الإنسان أنه عبد لله، وأن الله ينهى عن أشياء تضر بالمجتمع وتسبب الفساد والفوضى فتركها، لا يضره أبدا أن يتركها، أمر سهل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أشياء صغيرة وقع فيها كلياتنا، غفلة عن الله، نبدأ بهذا من ترك السنن، نبدأ بالأكل نكون جوعانين ما بنحس، لا بسمي بسم الله ولا شيء، بعدين إذا ذكرنا نقول بسم الله على أول، بسم الله الرحمن الرحيم على أول وآخره، وما أشبه ذلك. ترك الخشوع أحيانا في بعض جوانب الصلاة، كل هذا ذنوب ولكن يكفرها الله سبحانه وتعالى إذا اجتنبنا الكبائر. إذا أيها المؤمن اترك الكبائر وانتبه إليها. الخوض في دماء المسلمين وإزاءهم أو قتلهم استحلال دمهم كفر، والعياذ بالله تعالى. هذا إذا ما تركته فإلى جهنم بئس المصير، ولا يصعب عليك أن تتركه. أنت عبد لله تطيع الله ولا تطيع المخلوق في قتل أخيك المؤمن. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه عن أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ سبع. كبائر سبعة فقط؟ قال: هن إلى 700، إلى 700 أكبر أكثر أقرب منها إلى سبع. يعني الكبائر 700 تقريبا وليست سبع، أكثر من سبع. ولكن يقول ابن عباس: غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. تذكروا الآية اللي ذكرتها في حلقة سابقة: ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا كان أصر على الصغائر فهو إذن يرتكب كبائر، يعني غافل عن الله ما هو سائل. أما إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولو كان ذنبه كبير، إذا ندم على ما فعل وعزم على أن لا يعود يغفره الله له، وهذه الكبيرة يغفرها الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات عيدا، والذي نفسي بيده، ثم أكب، يعني ما طليق، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي، لا ندري ماذا حلف عليه. يعني ليش حلف والذي نفسي بيده؟ ما بنعرف، ولكن خوفنا من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أكب فأصبحنا نبكي. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكان أحب إلينا من حور النعم. حور النعم يعني الجمال الممتاز الجيدة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. إذن دين الإسلام سهل يا أخي، ليش خايف؟ عشان شياطين الإنس والجن عم بغروك ببعض المعاصي، تركها ولا تخاف ولا تبالي، شو طريق الجنة أمامك مفتوح. وقد جاء في تفسير هذه السبع في الصحيحين، يعني عند الإمام البخاري ومسلم وهما أصح الكتب السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، يعني أن تستحل طاعة غير الله في معصية الله، صل لك إلهين أو تترك طاعة الله وتطيع عبد الله، صار عبد الله إلهك. الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين كفار بنص الحديث، مثل الشرك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا كان يستحق القتل قتل يقتل،
حتى يرتدعوا الجرات ولا يعتدي أحد على أحد. أما أن يأتي مجموعات فيقتلون الشعوب لماذا؟ لأجل أن يستعبدوهم ويتسلطوا عليهم، فهذا قتل بغير حق. وإن كان أفتى الأنجاس اللي يضربوهم بالمليان، الله بده يضربه في الدنيا قبل الآخرة. والسحر من الكبائر أيضا، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المؤمن العفيفة يتهم بالزنا، فإذا كان ما في دليل على أنها زنت فهذا الاتهام من الكبائر. فالنص على هذه السبع أنها من الكبائر لا يعني أن غيرها ليس من الكبائر، بل هذه مهمة وجرائم كبرى ينبغي أن ينتبه إليها العبد، ولكن يوجد كبائر أخرى، والكبائر الأخرى لا يصعب على الإنسان المؤمن أن يتركها ويبتعد عنها. روى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة ودخل الجنة. فقال رجل: ما الكبائر؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله وقتل نفس مؤمنة والفرار من الزحف. إذا هجموا عليك الأعداء وأنت شاب وعندك سلاحك تستطيع أن تقاومهم، ما بيجوز تفر أمامهم حتى تبعدهم عن التسلط على المسلمين النساء أو الأطفال أو غيره. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وكان في الكتاب كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله، يعني فرار من يوم الزحف يعني فرار من المعركة، وعقوق الوالدين ورمي المحصنة المؤمنة أي العفيفة يرميها بالزنا، اتهمها بالزنا، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم من الكبائر أيضا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وقول الزور أو شهادة الزور، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قلنا: ليته سكت. يؤكد على شهادة الزور، يعني يحلف يمين بالله أنه فلان أخذ من فلان مال كذا وكذب من أجل أن يثبت الحق للآخر زورا وكذبا. هذه شهادة الزور. وسائل الأعلام اللي بيطلع فيها وبيكذب: فلان قتل الإرهابيين، قتلوا بكون هن الإرهابيين. فهذا يتكلم كلام كذب وزور، يقول لك: أنا موظف. لا، ما بتدخل وظيفة، تدخل جهنم مع صاحبك الذي يأمرك، لأنك تزور وتضيع الحق وتشهد شهادة زور وكذب. هذه من الكبائر، وشهادة الزور وقول الزور. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أي الذنب أكبر؟ شيء ذنوب كبيرة. قال: أن تجعل لله ندا، يعني مثيلا في الطاعة، تصير عبد ومطيع لغير الله. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن من أكبر الكبائر الشرك بالله، عقوق الوالدين، اليمين الصبر الغموس يعني الكاذبة الذي يقتطع بها حق المسلم. من أكبر من الكبائر أيضا أن يسب الرجل أبا الرجل. قالوا: هل يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق، أي خروج عن منهج الله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
أن ينتبه الناس عندما يقتلون بعضهم. يوم يأتي أحدهم يوم القيامة لا يدري المقتول فيما قتل، كان جالس في بيته ونزل عليه برميل روحه هو وأولاده. ليه؟ بسبيل حسين، دفاعا عن مقام سيدة زينب، من أجل يعني حرب اليهود ولا من أجل دعم اليهود؟ ولا يدري المقتول القاتل فيما قتل. ليش قتل؟ الله أمروني قيادة أمرتك عودوه نفسه معترض. لا، ما فعلنا في الإسلام نفسه معترض. أصل العبادة والطاعة التامة لله، فإذا أمرك بما يرضي الله تفعل، إذا أمرك بما يعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فلينتبه الإنسان إلى نفسه، يتحرر من عبودية غير الله ويكون عبدا لله، عند ذلك يدخله الله الجنة. أما إذا كان على غير هذا النهج وعلى غير هذا الهدي، وأول ما يرى ملك الموت يرى مقعده من النار، بقول صدقت آمنت، لا يقبل منه هذا الإيمان، فلينتظر العذاب الأليم وعذاب الخزي يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يشرح صدورنا للإيمان، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.